اكيد كثير منكم حبايبنا منتظر هذه اللحظه الاسطوريه لكل لاعبين فري فاير. نعم يا ستير، نعم حبايبنا راح ينزل ان شاء الله المتجر الغامض، شباب اللي منتظره دائما بس. ولكن شباب هذا المتجر يعني عن جد ركزوا معي حبيبي والله. يب حبايبي، مثل ما انتم شايفين يا ستير، وقف بلشت لقلك شباب مصدح. مثل ما انتم شايفين حبايبنا المتجر الغامض راح ينزل ان شاء الله، موعد الرسمي شباب راح يكون ان شاء الله بكره حبايبي يعني غدا، تمام؟ طبعا شباب حبايبنا هذا الخبر باللوز مأكد من اللعبة، معلم اول ما تدخل اللعبة راح تشوف هذا الشيء، يعني ما في شيء. ومثل ما انتم شايفين شباب راح يكون فيه الفاير باس، ليش شباب حاب تجهزوا لحالكم شباب، راح نعمل لكم اشياء اسطورية ان شاء الله، اوكي؟ على البس ما بد حبيب والله، اوكي؟ بس ولكن شباب شيء حلو كثير عجبني هذا المتجر شباب، انه ركزوا لي على السكنين شباب، الصراحة السكنين يعني عن جد شيء اسطوري. اوكي حبيبنا طولوا بالكم شباب، بس ولكن في شيء ثاني شباب هذا المقطع شباب لازم نتكلم فيه ونشوفه مع بعض، لانه شباب اليوم ركزوا معي، اليوم شباب راح نشوف مع بعض كمان باللوست نقار يعني عن جد يعني من يعني لازم ندخل تشوفوا شباب ونجربوا مع بعض، لانه هذا النقار شباب راح يكون هذا الستار راح يدمر الكل شيء، لانه شباب تشوفوا الشخصيات شو الخاصيات تبعيته مع اللي يمشي باللوست. اوكي يلا هون كمان تكونوا مستعدين غدا متجر غامض باللوز معلم. اوكي هذا هو شاب الحدث البطاقات السارقه، ركزوا لي معي ركزوا لي شباب ركزوا على على معدل الاطلاق معلم. خلينا ندخل على الحدث، خلينا ندخل على الحدث معلم اول شيء لنشوف اهم شيء، تمام؟ سبب حبايبنا قبل ما اعمل اي شيء اساطير نبلش ونشوف مع بعض حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا ناس، ولا تنسوا باللايكات والشيرات والبرتجات يا حلوين. اوكي انزل حط لايك وراح نجرب، يلا انزل ولا يلا والله حط لايك بلاش والله ببلاش ولايك وكل الاشياء الاسطوريه، وبعث لاصحابك وقول لهم تعالوا تفرجوا ولا شيء باللوز. اوكي نرجع لهم. طبعا شباب مثل ما شايفين يا شباب النقار السارقه الحمراء يا بوي، وعندنا شاب فيكتور ثاني شاب اللي هو كمان سارقه كله احمر معلم، كله احمر باللوز. اوكي هون عندنا نقار شباب مثل ما انتم شايفين، ليش قلت لكم هذا النقار اللي حيكون باللوز؟ ركزوا معي كيف، لانه شاب النقار سلاح من الاسلحه شاب يعني بالهداد يعني من سلاح يعني شيء باللوز، تمام؟ عندنا هون معدل اطلاق النار 1 يعني ما بدنا نشرحها هي معلم، تمام؟ وعندنا هون المدى شباب، شايفين معي كيف يعني المدى شباب المدى تبعه يعني اولي جميل الجميل معلم. اوكي بس ولكن عندنا على التعبئه هي مش مهم معلم يعني عظيم حبيبي والله ما مهم كثير. وعندنا هون فيكتور السارق جديد شباب، نفس الشيء شباب يعني تعرفوا اشكال شباب نفس اشكال السكينات لقصد الاشياء الاسطوريه، فهمت علي شيء؟ اوكي هون عندنا الذخيره معلم، قول الفيكتور شباب هذا راح يكون معلم يعني ذخيرته معلم تشيل دبل فيكتور ذخيره يا لطيف معلم، زائد مرتين ذخيره حبيبي والله ايش باللوز. اوكي شباب لنحصل عليهم شباب لازم ندخل هذا الحدث ونعمل له خلط البطاقات ونشوف مع بعض شباب حظنا بهذا الحدث، هل سوف يكون حظ باللوز ام بيض ام توز. اوكي ليتس جو، بسم الله نعمل الضرب، نضرب الوسط معلم يا زلمه، قسيمة حاضنة شو يا اخي، قسيمة حاضنة شو يا زلمه، ما بدنا اياه. هات نشوف واحد ثاني يا اخي يجي لهون، لا حول ولا قوة الا بالله، بيض في بيض، يلا سكن يا اخي شو هيك، هات نطلع لفوق على اليسار معلم، لا يا اخي البطاقات شو عم يعملوا هالبطاقات في الحدث يا زلمه، هذول هذا شو عم بيعمل هذا الصندوق، انا يا اخي شو بدنا فيه هذا، اعطونا شيء ثاني يا اخي، يلا تفتحوا المعلم، خلص شباب خلص حظي معروف شباب حظي بيض اخر اثنين معلم راح يطلع لي الفيكتور او هذا وخلص هذا هو ها فرق ها الفيكتور شفت وراح يطلع لي النقار مثل ما عرفت حبايبنا التمانو النقار سارقة الحمراء. هات ندخل شباب ونشوف شكله معلم حبيبي والله، نجي لهون نجي على الأسلحة متجر أسلحة، بس صراحة شباب السكنات راح ينزل متجر غامض معلم، سكنات هندية شاروخان ماروخان ايش باللوز حبيبي والله. طبعا مثل ما انتم شايفين ما عندي كان السكن له هذا، اوكي هات نشوف، قول لي طوكيو لك وال 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 وال
فرج معلم لك هذا دي بابيل واشكال وحركات وشي مرتب ومكتوب توكي بس لك توكي معلم يعني بتعرفوا شو صار معه ودعت البطوله. اوكي شباب خلينا نجي للتزويد نعمل نجي لهم معلم وخلينا نحطه نعمل عرض بالفريق كمان تمام وخلينا نروح على الدبل فيكتور شباب وين فين وين فيكتور معلم هات نشوف الفيكتورات هذول. طيب شباب كان عندي هون الدبل فيكتور هون عندنا هذول ثلاث سكنات المعروفهم موجودات لحد الان عندنا هذا الضرر وعندنا هذا فيه المدى تمام وعندنا هذا اثنين مدى ومخزن ذخيره هذا فيه زياده بس ولكن هذا الشاب هذا فيه اثنين مخزن ذخيره معلم يعني معلم يعني دبل فيكتور بتعرف شباب زي بربر بربر كلاخز بربر. اوكي شباب هيك بكون حطينا الاثنين شباب خلينا الان ندخل شوف شكله شباب ما احلى شباب مكتوب طوكيو مكتوب طوكيو ايشي باللوس خلينا ندخل شباب ونشوف الوان تبات والوان تبات والوان هيتشاتات شباب بالتدريب هات نشوف معلم خلينا نجرب اول شيء اي واحد نجرب شباب خلينا نشوف يلا نجرب شباب نجرب مثل ما انتم شايفين هون عندنا معلم عندنا 12 طلقه بالنسبه للنقار بس هون شباب خلينا نجرب الدبل فيكتور شباب نجرب الدبل فيكتور معلم اول شيء هون الدبل فيكتور وينه 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 الدبل فيكتور معلم شوف وضع الدبل يا اخي شواد وين الدبل فيكتور طبعا شباب انا بس يعني الصراحه يعني يعني الدبل فيكتور شباب بس انا شخصيا يعني تمام ما العب فيه شباب الا مثلا ما انزل مثلا تعرف نزل واحد جديد من الطياره كذا كذا شوف دبل فيكتور معلم نشيله بسرعه بكون يعني بساعد حلو بس ولكن يعني نحن بالجيم روح امسك دبل فيكتور معلم حبيبي والله انسى. اوكي هذا هو دبل فيكتور شباب مثل ما انتم شايفين عنده 24 طلقه تمام حلو تمام ما ادري يعني معلم شوف هذا ندخل معلم ندخل دبل فيكتور معلم ندخل ونجيبه تفرج لا لا تعال نروح نسلم على الشباب تعال ناخذ نحط له هذا الاشياء هذول ونجربه معلم شوف شو وضعه حط له هاي وين هاي وين هاي يا اخي البوني هاي الزفت هاي تتركب ورا هاي اللي كان مخزن شو بسموها شو بسموها بالعربي شباب يا قطة يلا يلا روح ندخل شباب نشوف وضع دبل فيكتور هذا هيك معلم هيك ندخل هيك نبربرهم للموجودين بالتدريب وينكم؟ ول في هاكر ولا شلون يا الله ول ول شو هالصدمة يا زلمة بس ما معلم شو من هذول يا الله يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي الله وقته يا اخي شو هاد شو هاد يا ربي يا زلمة ما نخلص من هذول يا معلم ما نخلص منهم نجرب دبل فيكتور معلم نجرب دبل فيكتور ثواني معلم يا اخي يا اخي يا اخي ايش الحظ البيض يا اخي من على الصبح هاي تمام معلم تعال شوي تعال هون تمام معلم ناخذ الدبل فيكتور هيك معلم نشوف الوضع يا اخي نجرب ليش ما بنجرب الدبل فيكتور؟ خلينا نجرب واحد بس يا زلمه يا زلمه تعال 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 يا اخو ميمي تعال تعال يا اخو ميمي تعال 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 شوف القمامه شوف 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 القمامه شو هالحظ من على الصبح معلم ها 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 شكلك نعل شكلك ومعطينه ثلاثة لايكات كمان هذول الدبابة هذول اوكي شباب ثواني ول 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 اما يا اخي شو هذا يا اخي يا اخي يا ربي علوا عني يا اخي شو هذا علوا عني يا اخي اقسم بالله يا شباب ما العمل ما بقدر ندبر الوضع على خير نطلع مشان ندخل وحده ثانيه مش ممكن هذاك نلع هذاك معلم الزفت هذاك قد ندخل شوف اول جديد شباب شايفين حازم عليه من الصبح شايف ولا لا اوكي خلينا نجي معلم نشوف ندبر النقار نشوف ايش وضع النقار شباب وين النقار الخشب وينه 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 هذا وين النقار يا سلامي الوود بيكر معلم الوود بيكر الوود بيكر يا اخي شباب عندي هون مشكله معلم اقسم بالله شباب شيء مو طبيعي بجي لهون كل ما بجي لهون معلم بتخرب معلم بتطلع منها ما 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 اعرف شو بدها معلم معي هي ما بعرف شو اعمل له اوكي خلينا نحط له الاشياء تبعيته هذول 12 طلقه لا حول ولا قوه الا بالله وينه 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 هذا وينه وينه نحط له هاي نحط له هاي ونحط له شو بقى هذا بقى لا ما بحط له هاي هاي اي بوش البوش 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 حط له بوش في معلم ليتس جو حلو هيك وضعنا بالله شباب بسم الله تو شباب نجرب كم دماج معلم مثل ما بنعرف على هذا هو هيتشات معلم 462 62 ضرباته معلم نجرب ضرباته
والله تمام تمام معلم تمام تمام. شباب في دراجون اوف شباب نفس الشيء. ما بتذكر شباب يعني ما بعرف اذا نزل من قبل سلاح لان قارب فيه سرعه الطلق ما بعرف شباب. طبعا بتعرفوا شباب الدراجون اوف المعروف هذاك الاصفر الشيء باللوز موجود بالماكينه. انا اللي معنا نشوف التشات ليتر السرعه 57 معلم. طب هذا فيه مدى شباب مدى يعني من بعد مدى الشيء الحلو فيه البعد فيه البعد فيه البعد حلو تابع معلم تابع 57 نشوف اولي باللوز معلم باللوز يا اخي ما يخلونا نزبط بشي يا اخي خلينا نزبط الوضع معلم. هذا شوف شو هذا معلم يكون هذا اللي بالي بالكم شباب اللي بالي بالكم شباب هلا يا اخي يا زلمه هذا والله هذا بيخوف هذا اقسم بالله معلم هذا بيخوف. لا لا هذا نضيف 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 سامي معلم جرب يا زلمه يا زلمه والله يا شباب ما راح يمشي الحال هيك والله هيك ما راح يمشي الحال. تعالوا تعال تعال ابلع يلا هذا هو هلا شو بنا هذول من الصبح يا اخي والله يا شباب والله صعب خوف هذا التدريب ابلع يلا والله شو بنلو سيد بدا تبع معلم ووو يا بوي نايس يا اخي والله في واحد مخوف عليه مقسم بالله معلم لا لا مو هو يا اخي هذول معلم بالتدريب شباب صعب واحد يتدرب تمام شوي المدى شوف الوضع معلم قولي كفو كفو ابلع ولا اوكي حبايبنا ما راح اطول اكثر من هيك شباب لانه هذاك معلم نزعوا لنا مزاجنا من الصباح ذاك الزفت ذاك اللي استخدم الغش ما غش. المهم حبايبنا الله يسعدكم يا رب. هيك بيكون انتهى مقطع اليوم يا حلوين. سو حبايبنا بالنسبه لنلخص المقطع شباب لا تنسوا المجر الرابط راح يكون ان شاء الله غدا. وبالنسبه للاسلحه الجديده شباب يعني مبين على منقار السرعه راح يفيدنا اكثر شباب يعني بالتدريب شباب ما راح يبين معنا كثير بس رقم بالركض شباب لما نلعب على البث مباشر ان شاء الله اليوم اوكي راح يكون الوضع تمام تمام. اوكي حبايبنا الكرام هيك بنقول انتهى مقطع لليوم برجع بكرر لا تنسونا باللايكات بالشيرات بارتاجات حبايبنا اوكي واشترك ابوني ابوني حبيبي ابوني يلا اكتبوا لنا رايكم شباب بالتعليقات شباب رايكم الشيء اليوم شفنا بهذا المقطع جنونتو شوفكم على خير. السلام عليكم.